أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: اشتهر عندنا إذا رأينا إنسانا مريضا أو فقيرا أو في حالة ضعيفة أن نقول واعزاه، ولا أدري ما معنى كلمة واعزاه، فما الحكم فيها، خاصة بعدما عرفت أن هناك صنما اسمه العزة، وخشيت أن تكون لهذه الكلمة علاقة به. اتركها ما دام أنك خايف منها، وأنك تخشى أن تكون من نداء الصنم، فاتركها. والكلام الصحيح كثير ولله الحمد، قل غيرها. نعم.